صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين. طبعا غيبوبة الطعام هي شائعة جدا عند الأشخاص، لكن مثل ما قلتي هم يعني مش ملمين في هاي الموضوع أو ما بيعرفوا إنه تسمى غيبوبة الطعام. هلأ هي ظاهرة وراها عدة أسباب. من هاي الأسباب نوعية الطعام اللي الشخص بيتناوله، يعني لو كانت نوعية الطعام عالية بمادة تسمى التريبتوفان اللي هي حامض أميني موجود في البروتينات، موجود مثلا في اللحوم، في الدواجن، في التركي، في بياض البيض، في الحليب والألبان. التريبتوفان بيتصنع منه مادة السيروتونين، والسيروتونين هي خلينا نقول مسؤولة عن عملية النوم أو الشعور بالنوم، وأيضا بتتحكم في عملية الهضم ومزاج الشخص أيضا. نحن بنسمي سيروتونين هرمون السعادة. فهي أحد الأسباب أو خلينا نقول التفسيرات لهي الظاهرة. نوعية الأكل بتكون عالية بالتريبتوفان، فالشخص بالتالي بيزيد إفراز السيروتونين عنده وبيشعر بالنعاس بعد تناول الوجبة. يعني هذه الظاهرة مرتبطة أكثر بنوعية الطعام أكثر من الكمية، يعني ما يقوم الشخص بتناوله وليس كمية أو الحصة الغذائية. لا طبعا، هاي برضه يعني سبب تاني وراء الظاهرة هاي، نوعية الطعام قلنا أول شيء. تاني شيء كمية الوجبة، لأن الشخص لما بيتناول وجبة كبيرة فهو بالتالي بيحتاج الجسم فترة أطول ليقوم بهضم هاي الوجبة، وعملية الامتصاص والهضم تاخذ وقت أطول لهضم هاي الوجبة الكبيرة. وهذا الشيء بيرفع من هرمون خلينا نقول بيرفع من مستوى السكر في الدم، وهذا الشيء بيؤدي أيضا لتعب الجسد. مجرد ما يرتفع هرمون الإنسولين ومستوى السكر في الدم، الشخص بتقل طاقة الجسم عنده، وبالتالي ممكن يشعر بالكسل والتعب بعد تناول الوجبة الكبيرة. فزي ما قلنا، نوع الطعام اللي بيتناوله، حجم الوجبة، وثلاثة التوقيت اللي بيتناول فيها الشخص الوجبة. نحن في الشرق الأوسط على أغلب وجبة الغداء أو خلينا نقول الوجبة الكبيرة عندنا اللي هي في فترة الظهيرة، اللي هي فترة يعني من الساعة 2 خلينا نقول للساعة 5، وهذا التوقيت بيتزامن مع توقيت البيولوجي الطبيعي للجسم اللي الشخص بتقل خلينا نقول حالة اليقظة عنده. ما بين الساعة 2 للساعة 5 الجسم حالة اليقظة بتقل عنده وبزيد الشعور بالنعاس. فبتتزامن توقيت، إذا تزامن توقيت الوجبة مع توقيت الساعة البيولوجية لحالة اليقظة، هذا الشيء أيضا بيساعد أو قد يكون سبب في شعور بالتعب والنعاس بعد تناول الوجبة. أيضا الدورة الدموية، الشخص عادة لما بيتناول وجبة كبيرة من الطعام الدم بيتحرك عنده من الدماغ إلى الجهاز الهضمي، وهاي الحركة بتسبب انخفاض في طاقة الشخص حتى يتم يعني هضم الطعام. تحرك الدم بيسبب في انخفاض طاقة الشخص بعد تناول الوجبة، خلينا نقول لو تزامن إنها تكون توقيتها وقت الساعة البيولوجية وحجم الوجبة كبير وبنفس الوقت نوعية الطعام المتناول فيها، فبيشعر الشخص أكيد بالإجهاد وشعور النعاس بيزيد عنده. وكأننا نشعر أن الأشخاص الأكبر سنا يصابون أكثر بهذه الظاهرة من غيرهم، هل هي مرتبطة أيضا بالتقدم بالعمر لأن الصغار لا يشعرون بها كما الكبار؟ نعم، طاقة الحرق عند الأطفال أو خلينا نقول الصغار بتكون أسرع، وعملية الهضم عندهم أسرع. مع التقدم بالعمر الهضم نفسه، عملية الهضم بتبطأ، وآلية الامتصاص بتاخذ وقت أطول، لأن إفراز خلينا نقول المواد الهاضمة عند الأشخاص كبار السن بتكون أقل، فبالتالي بيأخر عملية الهضم وبالتالي بيزيد ساعات الهضم والامتصاص، وهذا الشيء بينعكس على الشعور بالإجهاد أكبر عند هالأشخاص. هل ممكن أن تكون غيبوبة الطعام خطيرة وأن تستلزم زيارة الطبيب إذا ما كانت متكررة ويعني تستمر لفترة طويلة بعد تناول الوجبة الغذائية؟ نعم، هلأ ممكن تكون خطيرة إذا الشخص فعلا بيشعر بالتعب بعد ما يتناول أي نوع من أنواع الطعام، يعني أي وجبة بيتناولها سواء كان خضروات، فاكهة، بيشعر بالثقل، بيشعر بالتعب، هذا يدل على مشاكل صحية.
قد يكون عنده. السبب الرئيسي أنا بنظري هو مشاكل في الجهاز الهضمي، الهضم غير جيد وبالتالي الامتصاص غير جيد، وهذا الشيء بيتطلب أن الجسم يصب تركيز الدم على عملية الهضم اللي بتاخذ وقت طويل، وبالتالي بيشعر طول اليوم بتعب. فبالتالي أول شيء الشخص ينظر له هل الجهاز الهضمي عنده سليم، الهضم عنده سليم. ثاني شيء ممكن تكون سبب نقص الحديد عند الشخص، قد يؤدي إلى شعور بالإجهاد، لكن طوال اليوم بيكون إجهاد كبير ما بيتبع فورا تناول الوجبة. يعني نميز بين التعب اللي بيصيبنا بعد تناول الوجبة اللي مرتبط بمرض أو الطبيعي. الطبيعي بيكون بعد الوجبة بشوي عادة، والمرتبط بمرض بيكون أغلب أوقات اليوم الشخص أصلا مجهد، فلما بيتناول الطعام مع العوامل اللي إحنا ذكرناها لتزيد من هاي فبيزيد شعوره بالتعب بعد الوجبة. لكن بشكل عام بيكون خلال اليوم عنده إجهاد وتعب، ممكن يكون عنده خمول في الغدة الدرقية، وبالتالي هذا الشيء بيؤدي إلى إجهاد وتعب الجسم وكسل فيه. فممكن يكون عنده عدم، خلينا نقول، تقبل الجسم لهضم مواد غذائية معينة. لهيك إحنا بننصح إنه الشخص عادة لما بيشعر بالتعب بعد تناول مادة غذائية معينة يحاول إنه يسجل إيش هاي المادة، ويلاحظ إذا هو ما تناولها مرة تانية هل ممكن إنه ما يشعر بهذا بنفس كمية التعب هاي أو لا. تماما، كي يقوم بتفاديها في المستقبل. أكيد دائما الالتزام بنظام غذائي صحي وسليم والمشي، ممارسة الرياضة تكون مفيدة. شكرا لك اختصاصية التغذية العلاجية الدكتورة سمية الخب، يومك سعيد. شكرا لك.